فالعبادة معناها السير في منهاج الله تعالى، مشتقة من العبودية ومن العبد، ليست معناها الصلاة والصيام فقط، وإنما إذا مشى الإنسان على طريق الله في النكاح، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في الإجارة، في التربية، في الثقافة، في الاقتصاد، في الطب، في الصناعة، في الزراعة، في الهندسة، وإلى آخر القائمة، إذا مشى الإنسان على الطريق الذي قرره الله سبحانه وتعالى لعباده، فهذا يسمى عبد، وهذا يسمى متعبد، يعني أنه يسلك في الطريق الذي اختاره له مولاه وإلهه. الطريق الذي اختاره مولاه وإلهه ما هي مزيتها؟ يعني هل نحن نسير في طريق الله سبحانه وتعالى حتى يمنحنا جنة عرضها السماوات والأرض فحسب؟ هذا صحيح لا شك فيه، لكن الكلام مو مسألة الجنة للمطيع والنار للعاصي، وإنما الكلام في الدنيا قبل الآخرة، وفي الدنيا قبل الموت والنار والحشر والنشور. الكلام هنا أن طريق الله، سلوك طريق الله هذا للإنسان راحة وسعادة وعزة وصحة وغنى وحلم وفضيلة.